السندريلا الأولى ليلى مراد. أهلا بيكم في القصة وما فيها. زي النهاردة 17 فبراير 1918 اتولدت السندريلا الأولى ليلى مراد، أبوها المطرب اليهودي زاكي مردخاي، واللي ورثت عنه ليلى الصوت الجميل وحب الغنى، وكانت بتلف معاه كرة ونجوع مصر علشان يغنوا في الحفلات والأفراح. وتعتبر ليلى مردخاي أو ليلى مراد من النجمات المحظوظين جدا، لأنها حققت نجاح كبير جدا من أول فيلم ليها، فيلم يحيى الحب مع عبد الوهاب، ومن بعدها تبناها المخرج اليهودي توجو مزراحي، واللي الظاهر كده أنه كان بيدور على فنانين يهود يعمل منهم نجوم. وليلى مراد بقى كان فيها كل المقومات اللي كان بيدور عليها، فتبناها وعملت معاه 5 أفلام من أنجح أفلامها وأفلامه هو كمان. والحقيقة أن ليلى مراد بجذورها اليهودية وعلاقتها بإسرائيل وجوازاتها الثلاثة وكمان لغز اعتزالها المفاجئ كلها أحداث تستحق الدراسة. نبتدي منين الحكاية؟ من أول جوازها بأنور وجدي؟ يلا بينا. أنور وجدي كان شخص ذكي جدا ومشهور بعلاقاته النسائية، وما كانش بيفوت ولا حتى نص فرصة طالما هيستفيد منها. وليلى مراد البيضة اللي هتبدله ده، لأنها كانت أول نجمة شباك في تاريخ السينما المصرية كلها، وهو يدوبك كان لسه بيشق طريقه، ده غير أنه كان متجوز مرتين قبل كده، وكان معروف عنه أنه دحلاب حبتين. فضل بقى يتحايل على ليلى مراد ويطاردها في كل مكان لحد ما وافقت تتجوزه، وتجوزوا في يوليو 1945، وحفل جوازهم كان المشهد الأخير من فيلم ليلى بنت الفقراء. ليلى مراد فضلت على ديانتها اليهودية حتى بعد ما اتجوزت وجدي، وقررت سنة 1946 إنها تتحول للإسلام، وده كان عن اقتناع ورغبة حقيقية منها. وخبر تحولها للإسلام ما كانش حدث جلل يعني، لأن المصريين وقتها كانوا متفتحين على الآخر، والمجتمع كان ليبرالي وما يفرقش معاه مين مسلم ولا مسيحي ولا حتى يهودي، زي مثلا ما عمرهم ما ركزوا ولا خدوا بالهم إن نجيب الريحاني مسيحي، أو إن ماري منيب وجورج أبيض مسلمين، وإن رأي إبراهيم يهودية، وغيرهم كتير. كان المجتمع بيحترم التعدد وعقيدة الغير. وعلى فكرة ليلى مراد ما كانتش الوحيدة من أسرتها اللي تحولت للإسلام، لكن أختها سميحة وأخوها الصغير موريس مراد، واللي غير اسمه لمنير مراد بعد ما أسلم، أسلموا هم كمان. وفي نفس الوقت أختها ملكة وأخوها الكبير مراد فضلوا على ديانتهم اليهودية لحد ما ماتوا. وأصلاً ليلى مراد ما كانتش الفنانة اليهودية الوحيدة اللي تحولت للإسلام، عندك مثلاً نجم إبراهيم ونجوى سالم وميشيل شلهوب اللي هو عمر الشريف، لكن مفيش حد فيهم حصل له حجم المشاكل اللي حصلت لليلى مراد. وبذروة نجاح ليلى مراد حصلت حاجة كانت كفيلة انها تضيع تاريخها كله، ومش تاريخها بس، لا ده مستقبلها كمان. ليلى مراد بالرغم من طلاقها من انور وجدي بعد جواز استمر ل8 سنين اتطلقوا فيهم 3 مرات، الا انه لما حصلت له المشاكل الصحية والدكاترة نصحوه انه يسافر باريس للعلاج، وده قبل ما يتجوز ليلى فوزي يعني، فليلى مراد شافت انه من الواجب انها ما تسيبوش يسافر لوحده، وسافرت معاه. بنت أصول يا ليلى والله. وفي وقت ما قامت ثورة يوليو كانوا هم هناك في فرنسا، واتفاجأت ليلى مراد يوم 12 سبتمبر 52 بخبر غريب نشرته الأهرام، إن الحكومة السورية منعت عرض أفلامها أو إذاعة أغانيها. وده ليه بقى؟ قال إيه؟ إنها زارت إسرائيل وتبرعت ب50,000 جنيه كمان للجيش الإسرائيلي. طب إيه يا عم دليلكوا على الكلام ده؟ مفيش، أهو كده خبر مكون من سطرين قلب حياة ليلى مراد رأساً على عقب. لا، وفي توقيت حساس جداً بعد ثورة يوليو بقى، والوطنية واخدة الناس وكده، وطبعاً مقاطعة سوريا قررت مقاطعة بقية الدول العربية كلها. ليلى مراد بقى قرت الخبر ده اتجننت، يخرب بيوتكو، جبتوا الكلام ده بل ده منين؟ وطلعت تجري على القنصلية المصرية وطلبت منهم بيان تحركات علشان تثبت انها من ساعة ما خرجت من مصر يوم 8 أغسطس ما خرجتش من باريس أصلاً، ولا راحت إسرائيل ولا غيرها. وقتها طبعا قالوا ان انور وجدي هو اللي ورا الاشاعه دي عشان ينتقم يعني من ليلى مراد، مع ان هي اللي قفشته بيخونها مع البنت الفرنسويه، وقالوا انه طلقها لما عرف انها زارت اسرائيل وتبرعت لهم كمان. لكن طبعا ده مستحيل، لان انور وجدي كان بتاع مصلحته جدا، وكل اللي يهمه الفلوس، والاشاعه دي هتخرب بيته حرفيا، لان منع افلام ليلى مراد اللي هي اصلا من انتاج شركته هيضره هو قبل ما يضرها اساسا. واللي بيأكد الكلام ده انه هو في باريس وما استناش حتى لما يرجع مصر، بعت بيان لكل الجرايد وقال فيه ان طلاقه من ليلى مراد
ما كانش لأي خلاف ديني أو سياسي، وإن ليلى مسلمة من 7 سنين وما عندهاش أي ميول سياسية، وإنها مصرية عربية مسلمة. والأكيد أو الأغلب إن وجدي ما كانش ورا الإشاعة دي خالص، لأن اللي كان وراها هي إسرائيل نفسها. ليلى مراد كانت من عيلة يهودية أباً عن جد، وكمان في فرع في عيلتها هاجر لإسرائيل فعلاً، لكن لا ليلى ولا حد من أسرتها فكر ليوم واحد إنه يهاجر لإسرائيل. حتى أختها ملكة وأخوها مراد اللي فضلوا على اليهودية ما هاجروش لإسرائيل برضو، ولا حتى فكروا. الله، أمال إيه الحكاية بقى؟ في الخمسينيات كانت إسرائيل بتستقطب الشخصيات المهمة والمشهورة علشان تهاجر لإسرائيل، لأن ده هيدعم موقفهم جداً قدام العالم. أشخاص ذو أهمية وكبيرة بتأيد وجود دولة إسرائيل، واللي كان بيرفض عرضهم كانوا بيطلعوا عليه إشاعات زي اللي طلعت على ليلى كده، علشان حياتهم تبوظ وتحوطهم المشاكل فيضطروا يهاجروا لإسرائيل، أو حكومتهم نفسها هي اللي تطردهم فبرضو يروحوا على ماما إسرائيل اللي طبعا هتفتح لهم درعاتها بكل حب وترحاب. الإشاعة دي ما كانتش المحاولة الوحيدة من إسرائيل لاستقطاب ليلى مراد، لا، ده في يوم قالوا لها في اليونان احنا عاملين استوديوهات جديدة وبتاع، تعالي اتفرجي عليها. ولما راحت اتفاجئت ان مدير الاستوديوهات دي راجل يهودي، وراح عارض عليها مباشرة كده انها تهاجر لإسرائيل، وقال لها لو على الفلوس احنا هنعوضك اضعاف، ولو على الشهرة والفن فاحنا على علاقة باكبر المنتجين والمخرجين في هوليود. لكن ليلى ردت عليه فورا وقالت له ان لو هعيش في بلدي مصر من غير لا اكل ولا شرب اكرم لي من عرضك ده، ورجعت على مصر على طول. ولانها كانت طيبه وغلبانه وحصلت لا يحصل زي الاشاعه اللي فاتت، طلعت جاريه على مجلس قياده الثوره واخدت معاها محمد فوزي ومحمد عبد الوهاب، وقابلوا عبد اللطيف البغدادي وصلاح سالم وحكوا لهم على كل اللي حصل، وقالوا لها ولا يهمك يا ست الكل، ده موضوع تافه ما تحطيهوش في دماغك. وده كان بعد طلاقها من وجيه اباظه قائد الجناح ومدير اداره الشؤون العامه للقوات المسلحه. اصلها كانت لجأت له في مشكلتها الاولانيه فحبوا بعض واتجوزوا، بس الجوازة ما طولتش كتير، بس أثمرت عن ابن ليلى مراد الأول أشرف أباظة، وده بالرغم من إن أنور وجدي كان مفهمها طول سنين جوازهم إنها ما بتخلفش أصلاً. خلبوس قوي أنور وجدي ده. لكن إسرائيل برضو ما استسلمتش لحد كده، لا، ده بعد أقل من شهر استدعاها مجلس قيادة الثورة في وقت متأخر جداً بالليل، وقالوا لها لازم تيجي حالاً، وبلغوها إنهم قبضوا على مجموعة من اليهود واعترفوا انهم على علاقه بيها، وانها قابلتهم اكتر من 5 مرات وادتهم فلوس كمان لدعم اسرائيل. والاستدعاء بقى مره في الثانيه في الثالثه واكتر، للدرجه اللي وصلت ليلى مراد للاكتئاب وحبست نفسها في بيتها تماما، وما كانش قدامها وقتها غير انها تبعت للقائد اللي اكيد هيحميها اللواء محمد نجيب، واللي قدر فعلا انه يحوشهم عنها شويه علشان تغلط ليلى مراد نفس غلطة محمد فوزي. أيدت محمد نجيب واشتركت في قطار الرحمة وكمان غنت له باسمه، يعني من الآخر اتحسبت عليه. فيلم الحبيب المجهول سنة 55 كان آخر فيلم تظهر فيه ليلى مراد، ومن بعدها أجبرت ليلى مراد على الاعتزال. هو صحيح محدش قال لها اعتزل، لكن اللي حصل معاها هو بالظبط اللي حصل مع فوزي، وكله متوثق في حلقة فوزي لازم تشوفوها. يعني الموزعين أحجموا عن التعامل معاها واستبعدوها من أكتر من فيلم، زي فيلم امرأة على الهامش وجابوا بدلها هند رستم، وفيلم دعني الوالدي وجابوا بدلها برضو فاتن حمام، حتى فيلم دموع الطريق اللي كان عامله كمال الشناوي عن قصة حياة أنور وجدي بعد وفاته سنة 55 وطلب من ليلى أنها تمثل دورها الحقيقي في الفيلم زي ما طلب من ليلى فوزي وعملت، لكن برضو ما عملتوش، وصباح هي اللي عملت الدور. صح، يمكن كل ده يكون صدفة، لكن الكلام اللي قالته مع أمال العمدة في الإذاعة لما سألتها عن سر اختفائها بيأكد كل الكلام اللي فات، وقالت إن الغلطة كانت غلطة المسؤولين طبعا، ده كان فاضل شوية ويقولولي فوتي علينا بكرة. وقالت إنها راحت وقابلت عبد الحميد جودة الصحار رئيس المؤسسة العامة للسينما بعد ما خسست نفسها من ولادتين ورا بعض، ما هي اتجوزت فطين عبد الوهاب بعد طلاقها من وجيه أباظة على طول وخلفت منه زكي فطين عبد الوهاب. المهم قالت له انا جاهزه ارجع امثل تاني، قال لها طبعا، امال هو احنا بديك الساعه وتقعد تستنى بال5-6 شهور ومفيش اي رد. وقالت كمان ما كانش ورايا حاجه غير اني اقابل جودة الصحار كل 5-6 شهور، وبرضه يقول لي امال هو احنا نطول. وفضلوا بقى على كده لحد ما عدى 12 سنه من عمرها وكبرت السندريلا وحست ان الزمن ما بقاش زمنها، فقررت تعتزل علشان تحافظ على الصورة اللي رسمها لها جمهورها وتتفرغ لتربية أولادها
أشرف وزكي، حتى إنها لما ظهرت في برنامج جديد في جديد في تلفزيون أبو ظبي سنة 1978 كان شرطها الوحيد إن البرنامج ما يتذاعش في مصر. ورحلت ليلى مراد في 21 نوفمبر 1995، وبرضو موتها كان في لغط كتير بسبب أصولها اليهودية، وساعدت في ده جدا إذاعة صوت إسرائيل، وعملت لليلى مراد احتفالية مخصوص ما عملتهاش قبل كده للعبد الحليم ولا لأم كلثوم، ده غير إنهم أعلنوا خبر وفاتها برحيل المطربة اليهودية الكبيرة ليلى مراد. يعشقوا الصيد في المية العكرة الصهاينة، لكن شهادة وفاة ليلى مراد أهي ومكتوب في خانة الديانة مسلمة، ده غير إنها وصت إن جنازتها تخرج من السيدة نفيسة واتدفنت في مدافن المسلمين في البساتين، وأخوها منير مراد اتدفن قبلها في المدفن ده سنة 81. وانتوا في رأيكم هل أجبرت ليلى مراد فعلا على الاعتزال ولا الموضوع كله محض الصدفة والكل قصة حكاية؟ وأنا هقول لكم على اللي فيها. تابعوني على فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام، وما تنسوش إن دعمكم بالشير واللايك والسبسكرايب بيشجعني أقول لكم حقايق وقصص جديدة. كنت معاكم ريهام عياد.